مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد على قناتي على يوتيوب روز هيلث. انا الصيدلانيه سلام، واليوم رح نكمل عن شرح الفرق بين انواع البنادول. بالفيديو السابق حكينا عن البنادول الازرق والاحمر وشو الفرق بيناتهم وايام نستخدمه للحمل وشو هو الامن خلال فتره الحمل، وشو هو نوع البنادول اللي هو الاحمر اللي ما بنحب نعطيه لمرضى الضغط او مرضى القلب اللي عندهم مشاكل صحيه وغير منتظمين على الادويه. اليوم رح نحكي عن الفرق بين البنادول الاخضر والبنادول الأصفر. البنادول الأخضر والأصفر عليهم لوجو اسمه cold and flu، يعني الاثنين نستخدمهم خلال فترة الفلو اللي هي الانفلونزا عند الكولد اللي هي نزلات البرد. ليش؟ لأنه الاثنين بيعالجوا الرشح. راح نبلش فيهم واحد واحد. cold and flu الأخضر هو البنادول الذي يستخدم خلال الليل، أما الأصفر يستخدم خلال النهار لأنه مكتوب عليه day. هلا رح نشوف شو الفرق بين التركيبات العلمية وشو هم الأحسن في حالة الرشح. البنادول الأخضر يحتوي على الباراسيتامول واللي هو أساساً المسكن أو المادة العلمية الأساسية، 2 مضاد تحسس اللي هو كلوروفينرامين، 3 مضاد احتقان زودو إفيدرين. الزودو إفيدرين ما بينعطى لمرضى الضغط، لذلك هذا الدواء غير مخصص لمرضى الضغط الذين لديهم عدم انتظام في قراءات الضغط. يعني لو كان مريض الضغط قراءاته منتظمة وكان في عنده نزلة برد أو رشح ممكن ناخذ كحالة اضطرارية بنادول كولد فلو، لكن ما بيمشي عليه لفترات طويلة إلا باستشارة الطبيب. كلوروفينرامين هو مضاد تحسس، والباراسيتامول هو مسكن وخافض للحرارة، فبالتالي ممكن نعطي نحن البنادول كولد اند فلو الأخضر خلال التحسس الرشح، ونعطيه خلال ما يكون المريض ما عنده قيادة، يعني ما بسوق سيارة، ما عنده امتحانات، ما عنده دوام. ليش؟ لأنه يسبب النعاس لوجود مادة الكلوروفينرامين. أما البنادول الأصفر فيحتوي على الباراسيتامول، فينيلفرين اللي هو مضاد احتقان، وكافيين. الكافيين مثل ما حكينا بالبنادول اكسترا عشان يزيد سرعه امتصاص الباراسيتامول وبالتالي افكت سريع، يعني تاثيره سريع. والفينيلفرين هو مضاد احتقان. اللي بيميز الاصفر عن الاخضر ان الاصفر يمكن استخدامه خلال النهار، ومشان هيك كاتبين على اللوجو تاعهم داي، يعني يستخدم خلال النهار. طبعا الاثنين ممنوعين خلال الحمل والرضاعه. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتبعتوه لأصدقائكم. الفيديو الجاي رح نحكي عن الفرق بين البنادول ساينس وبنادول جوينت. مع السلامة.